السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثالث الإعدادي، تحية طيبة وبعد نلتقي من جديد مع أحد دروس الصرف في هذا العام وهو بعنوان اسم الآلة. أولا، ما معنى كلمة آلة؟ الآلة هو شيء تستخدم به الأشياء. فإذا بك أتيت من الفعل ضرب بشيء تستخدمه في الضرب، فإذا فهو مضرب. كذلك تستطيع أن تقرأ معي المثال الأول: يستخدم التلميذ المسطرة والقلم والفرجار والمبراة، وكلها أدوات يستخدمها التلميذ في أدواته اليومية، فهو يستخدم المسطرة والقلم والفرجار والمبراة. كما أن عندما أقول العلم مصباح تهتدي به العقول، فالعلم مصباح، كلمة مصباح هي آلة تستخدم للإضاءة. كيف يصاغ اسم الآلة؟ يصاغ من الفعل الثلاثي المتعدي. وما معنى كلمة متعدي؟ الفعل المتعدي هو الفعل الذي يحتاج لفهمه إلى مفعول به، فهو متعدي. وهناك أفعال قد درسناها في الصف الثاني الإعدادي، إما متعدي لمفعول واحد، وإما متعدي لمفعولين، وإما متعدي لثلاثة مفاعيل. جميل. يصاغ اسم الآلة على أوزان متعددة، منها كلمة وزن كلمة مفعال، ومنها كلمات عدة كمفتاح ومنشار ومسمار ومقراض ومحراث وملقاط ومنظار ومثقاب. أيضا معنا وزن آخر هو كلمة مفعل، أي مبرد، مقص، مشرط، منجل، معول، مخزل، مشبك، مقطع. مفعلة، مكنسة، مسطرة، معلقة، مبراة، مصفاة، مطرقة، مسبحة، مقشرة. وقد أجاز المجمع اللغوي وأوزانا أخرى هو وزن رابع، زي فعالة، زي كلمة غسالة، شواية، سماعة، ثلاجة، قضاحة، سيارة، أو كسارة. وهناك صيغ أخرى يمكن الإتيان بها باسم الآلة على أوزانها على النحو التالي: كلمة فعال، زي رباط، قماش، خياط. فاعلة، زي ساقية، حاسبة، جارحة. فاعول، زي ناقوس، حاسوب، جاروف. وهناك كثير من الأسماء الآلة السابقة من له وزن ككلمة مفعال، هو وزن لكلمة مفتاح. فكلمة مفتاح اسم آلة، ولكنه يقال عنه أنه اسم آلة قياسي، نعم فعلا، أو أنه مشتق. وما معنى كلمة اسم آلة مشتق أو قياسي؟ أي أنه له وزن. جميل. وله فعل. أو كلمة مبرد فهي على وزن مفعل، أو كلمة مكنسة على وزن مفعلة، أو كلمة غسالة على وزن فعالة، أو كلمة رباط على وزن فعال، أو ساقية على وزن فاعلة، أو ناقوس على وزن فاعول. لكن هناك أسماء آلة جامدة، غير مشتقة، غير قياسية، ليس لها أفعال، زي كي مثل كلمة قلم، فرجار، سكين، قادوم، سيف، شواية، رمح، قرطاس، أزميل، رحى، وغير ذلك. إذن تعالوا معي ننظر سويا إلى القسم الذي قسمناه في اسم الآلة. فاسم الآلة نوعان: نوع نسميه مشتق أو قياسي، وله أوزان عدة، زي مثل كلمة مفعل، زي مدفع، أو مفعال، زي مصباح، أو مفعلة، زي مطرقة، أو فعالة، زي غسالة. وهناك أسماء آلة قلنا عليها أنها جامدة، غير مشتقة، كمان يقال عنها أنها سماعية، أي ليس لها فعل، كقولنا قادوم، فأس، سكين، سيف، رمح، قلم، مسمار، شوكة، فرجار، إبرة. كل فعل من الأفعال قص مقص، اسم الآلة منه مقص،
نقش منقاش، سحى مسحاه، نجل منجل. إذا الآلات، اسم الآلة هو اسم مشتق من الفعل للدلالة على الآلة التي تستخدم فيها الفعل. تعالوا معي نقرأ سويا تلك القطعة كي نستخرج منها أسماء الآلة إن وجدت، كما نريد أن نحل معا بعض الأسئلة السابقة على اسم الفاعل واسم المفعول واسم المكان وصيغة المبالغة. يقول السؤال: اقرأ ثم أجب. مصر وطننا الحبيب، إنها أسرة كبيرة تقوم على الحب والود، فلا موضع فيها للحقد والكراهية، أبناؤها متعاونون وهم أحرص الناس على التضامن، وكم من حاقدين حاولوا الوقيعة بينهم فردهم الله مخذولين. أولا اعرب ما تحته خط. نريد إعراب كلمة أولا، فلنعود مرة أخرى. كلمة وطننا، وكلمة الوقيعة، وكلمة مخزولين. انظر معي، مصر وطننا، فما هي مصر؟ هي مصر وطننا. كلمة وطن خبر مرفوع، نعم أي نعم، أنها خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والنا كل ضمير يلتصق بفعل، أي بفعل، أيوة، هو إما فاعل وإما مفعول، ولكن كلمة وطن هي اسم، فكل ضمير يتصل باسم هو مضاف إليه. إذا كلمة نا الفاعلين هنا وطننا، أيوة، نا المتكلمين وليست الفاعلين، الفاعلين مع الفعل، هنا نا المتكلمين تسمى ضمير مبني، أيوة نعم، إنها ضمير مبني، أيوة، وعلامة مجرور وفي محل جر، وعلامة جره نقول نا ضمير مبني في محل جر وفي محل جر مضاف إليه. إذا وطن خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، ونال المتكلمين هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. حاولوا الوقيعة، نعم، نبدأ الجملة من أولها. حاولوا جملة فعلية، حاول فعل ماضي، والواو والجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. الوقيعة، ماذا حاولوا الوقيعة؟ نعم، الوقيعة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة على آخره. بينهم فردهم الله مخذولين، فردهم الله مخذولين، كيف كان الرد وكيف كان حالهم عندما ردهم الله؟ ردهم الله مخذولين. إذا كلمة مخذولين هنا، أيوة أسمع أنكم تقولون أنها حال، طالما سألت عنها بكلمة كيف ردهم الله ووجدتها مخذولين، هي كلمة نكرة بينت حالهم عندما ردهم الله، إذا فهي حال، أيوة، ودائما الحال منصوب، فإذا هي حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. يقول استخرج من الفقرة السابقة معي، انظر معي، استخرج من الفقرة السابقة اسم فاعل لفعل ثلاثي، إذا هو على وزن فاعل أي ثانيه حرف ألف، فأنظر وقام بعمل الفعل. مصر وطننا الحبيب، إنها أسرة كبيرة تقوم على الحب والود، فلا موضع فيها للحقد والكراهية، أبناؤها متعاونون وهم أحرص الناس على التضامن، وكم من حاقدين. انظر معي أخيّا، كلمة حاقدين، كلمة حاقدين، نأخذ قلم، كلمة حاقدين، ما معنى كلمة حاقدين؟ قال لي كلمة حاقدين هي إيه؟ أيوه، حاقد جمع لكلمة حاقد، وحاقد، ها نعم، إنها، أيوه، اسم فاعل من الفعل حقد، إذا اسم الفاعل لفعل ثلاثي هو كلمة حاقدين، وآخر لفعل غير ثلاثي، قلنا يبدأ دائما بميم مضمومة مكسور ما قبلها، وقلنا للتسهيل إذا هي على وزن مو
اي. اذا فتعال ننظر على كلمة بدأت بميم مضمومة، مكسور ما قبلها، مكسور ما قبلها اي ما قبل الاخر. جميل. مصر وطننا الحبيب، انها اسرة كبيرة تقوم على الحب والود، فلا موضع، ده موضع وليس مو، وهي فلا موضع فيها للحقد والكراهية، أبناؤها متعاونون، متعاونون، قاموا بالتعاون. إذن كلمة متعاونون أيضا هي اسم فاعل لفعل غير ثلاثي، ففعلها تعاون. جميل. نعم، إنه فعل طبعا خماسي. اسم مفعول، واذكر فعله. اسم المفعول هو اسم دائما يبدأ بالميم، إما في الثلاثي فيكون على وزن مفعول، أو على غير الثلاثي فيكون بأن نأتي بالمضارع ثم نقلب حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر، فإذا هي لو من الثلاثي على وزن مفعول، وغير الثلاثي على وزن مؤا. فإذا مصرنا وطننا الحبيب، إنها أسرة كبيرة تقوم على الحب والود، فلا موضع فيها للحقد والكراهية، أبناؤها متعاونون وهم أحرص الناس على التضامن، وكم من حاقدين حاولوا الوقيع بينهم فردهم الله مخذولين. مخذول، رد الجمع إلى المفرد. نعم، إنه مخذول على وزن مفعول، وهنا اسم مفعول. قال لي اكتب لي، اذكر فعله. اياك ان تقول خذل، تقول لي ايه خذل، تضم اوله وتكسر ما قبل الاخر فتقول خذل عندما تقول انه الفعل. فاذا الفعل بتاعه هيبقى حضرتك خذل. جميل. فلازم حضرتك تعمل ايه؟ هتضم اوله وتكسر ما قبل الاخر فتقول ايه خذل، كما كتبتها امامكم خذل. لماذا كتبتها هكذا؟ لانها تأتي من الفعل المبني للمجهول، والفعل المبني للمجهول عندما يكون على صيغة الماضي لا بد أن نضم أوله ونكسر ما قبل الآخر. فعلا حقيقي، أسمعكم أنكم نعم الطلاب فإنكم متفوقون. السؤال الثالث يقول ضع أو استخرج اسم مكان ثم اجعله اسم زمان. اسم مكان من الثلاثي على وزن مفعل كما قلنا في الحصة الماضية، أو مفعل بكسر العين أو بفتح العين، مفعل أو مفعل، وتدل على المكان. عندما نقرأ نقول مصرنا، مصر وطننا، تنفع كلمة مصر، لم تدل على المكان ولكنها بلد. وطننا الحبيب، إنها أسرة كبيرة تقوم على الحب والود، فلا موضع. نعم، إنها كلمة موضع، وموضع هو اسم مكان على وزن مفعل. نعم حقا. ثم اجعلها اسم زمان، هي اسم المكان هو اسم الزمان، ولكن الفرق في الجملة التي ستأتي بها. إن عبر الاسم عن الزمان فهو اسم زمان، وإن عبر الاسم عن المكان فهو اسم زمان. إن عبر عن الزمان فهو اسم زمان، وإن عبر عن المكان فهو اسم مكان. يقول كيف أضعها؟ ضع قبل هذا الاسم زمنا، فقل الساعة الواحدة موضع الأحباب، أي أننا سنلتقي عندما نرى الأحباب في الساعة الواحدة. وعندما أقول الحديقة موضعنا، فإذا الموضعنا هنا اسم مكان. إذا ضع قبل الاسم مكانا يشير إلى المكان، ضع قبل الاسم زمانا يشير إلى الزمان. صيغ أو هات من الفقرة السابقة، السؤال الرابع، صيغة مبالغة واذكر وزنها. قال لي أيوة، صيغة مبالغة، أسمعكم أنكم تحفظون لصيغ المبالغة 5 أوزان، هي فعول، فعيل، مفعال، فعال، فعل، وهي تدل على كثرة حدوث الفعل. أيوة، ككلمة الحبيب
فعيل، كلمة كبير حبيب، نعم فعيل، فإنها كبيرة تدل على الكبر، ها على وزن فعيل، نعم حقا إنها جملة صحيحة. انظر معي، أريد أن أشرككم معي في تطبيق آخر. هذا كل ما قلناه. التطبيق الآخر هو تطبيق جزئي على درسنا الذي شرحناه اليوم، هو اسم الآلة. يقول في التقويم: عين من الجمل الآتية، الجمل وليست الجمال، الجمل الآتية اسم الآلة، وبين المشتق منها وغير المشتق، أي قل لي هو الاسم، أين اسم الآلة؟ فتقول معي: المرء مرآة، مرآة، لها فعل، ليس مرآة، ليس لها فعل، فهي وليس لها وزن. فإذا عفوا، إنها اسم آلة سماعي. في المحبرة، محبرة آلة يوضع فيها الحبر، جميل، مداد، والمداد هو الحبر، فإذا اسم آلة أيضا سماعي. الحقيبة الفعيلة هي اسم آلة ولكنه مشتق، جميل. المصفاة، المدق، من أدوات المنزل، وكلها اسم آلة سماعي. نسمع نشرة الأخبار من المذياع، مذياع على وزن مفعال، على وزن إيه؟ مفعال. فإذا هي حضرتك، أيوة نعم، كما قلت، فهي اسم آلة، نعم مشتق، اسم آلة مشتق. ليه مشتق؟ لأنه على وزن معروف من أوزان اسم الآلة. وإلى لقاء قريب نتواعد معه في آخر دروس الصرف، وهو اسم التفضيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب إن شاء رب العالمين.